بعد امتحانات سنة أولى وحسب نتيجة امتحانات سنة أولى أنت بتقسم. جامعة الخرطوم كانت هي السودان. إنه أنا لما كنت طالب في جامعة الخرطوم مما دخلت لحد ما تخرجت ما شفت مدير مكتب مدير جامعة الخرطوم. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلادي وبحبك شديد بلادي وبحبك أنا. خيارات كانت صعبة في إنه هل أواصل في جامعة الملك سعود يعني محاضر دكتوراه في أمريكا هي 5 سنين لكن ربنا وفقني في 2.5 سنين أنا أكملت مشروع الدكتوراه. درمان عندها روح جميلة جدا وروح مميزة. أنا كنت من الرعيل الأسس جامعة الإمام المهدي. النشأة الجميلة إنه حتى الجانب بتاع مدينة أم درمان هي تميزت بجانب كبير. أم درمان هي فيها الجانب المجتمعي اللي هم الناس ذي القدام جدا، فاختلطت عندهم الجيرة بالدم فأصبحوا الجيران هم أهل. يعني عشنا في بيوت نحن بناكل والنوم في بيوت جيراننا كأنه هو منازلنا، اتربينا في أسر واحدة، الكبير هو اللي بيربينا. يعني ما في داعي، يعني ما في حدود بتاع إنه الكبير دي هل هو من أسرتك المباشرة. كان عندنا احترام وتقدير لكل الناس الأكبر مننا، كنا بنتعلم منهم وبنضيف لهم. أيضا جزء كبير جدا من طفولتي كانت في أحياء بيت المال، هو من الأحياء العريقة والقديمة في أحياء أبروف. عندي صداقات كبيرة جدا، وأنا أذكر من المرحلة المتوسطة آخرة والمرحلة الثانوية وإلى الجامعة أصدقائي في أبروف اللي هو في حي البلدية، وعندي صديقي يعني عماد عماشة عماد عوض، هو واحد من أميز الأصدقاء اللي كانوا لي في حياتي، بحيث أنه هو كان لاعب كرة مشهور وكان شخص مميز جدا في الحي ومحبوب جدا. فقضينا أيام طيبة جدا في أم درمان، وأم درمان شكلت لي إضافة في جانب المجتمعي، إنه يعني شعرنا بأنه كل البلد حقتنا. يعني أنت بتمشي من مدينة زي ما بقولوا بتمشي شاقي أم درمان دي من أولها لآخرة، وتحس إنه أنت نفس الخليط بتاع الأسر والأحياء والطريقة بتاعت التصميم البدائية للأحياء، إنه في أي مكان هو مكان حقك. فكانت بالنسبة لنا إضافة مجتمعية كبيرة جدا، وساهمت في تشكيل شخصيتنا المجتمعية، لأنه عندنا قابلية لأنه نحن نتعامل مع الناس، وعندنا قابلية في أنه نكسب الصداقات بتاعت الناس، وأيضا القابلية بتاعت أنك أنت تكون مساهم في المجتمع أيا كانت الحاجة صغيرة. يعني كانوا بيأخذوا كل الأشياء بصورة جادة جدا ويشعروا أنه كلهم يعني جزء من بعض. يعني زمان نحن اتذكر لا أزلت أذكر السيول بتاع 88، والسيول بتاع 88 دي وأنا طفل يعني كنت في الثانوي العالي على ما أظن أثرت تأثير كبير جدا وهدد جزء كبير جدا من مدينة أم درمان القديمة وخصوصا أحيانا، وأثرت على أسر كثيرة جدا. الناس كلها اجتهدت في إنها ما تحل مشكلتها بس لكن تحل مشكلة كل جيرانها وأصدقائها في المنطقة، وكانت حريصة في إنها تجد الحلول. حتى الناس البيوت المؤقتة الناس أضافت بعض في فترة. فأم درمان عندها روح جميلة جدا وروح مميزة، وهي السودان القديم، هي التشكيل القديم وتشكيل الأسر القديمة اللي هي عاشت وتربت مع بعض ولا زالت حافظت على يعني على 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 نكهتها دي. وأنا دايما يعني حتى أنا لما بنيت يعني بنيت حرصت إنه أبني اللي هو بيت الوالدة رحمها الله، بنيته لها في أم درمان. يعني وجودنا في أم درمان بيحسسك بأنك أنت في بيتك، الحركة داخل أم درمان كل الأحياء بتشعر أنك أنت جزء منها، وهي أم درمان يعني في ويداننا حاجة كبيرة جدا، وهي أضافت لنا في حياتنا في المحلات المختلفة اللي تنقلت فيها حول الأرض. يعني ما شفت أجمل من أنك أنت تتحرك من أم درمان، تطلع من بيتك تمشي على سوق الشيرة، وتطلع من بيتك تمشي على سوق أم درمان، وتمشي تسلم على أي شخص مار في الطريق. يعني هذا النمط من الحياة
للأسف الشديد يعني ما شفناه تاني، حمنا في كل أنحاء العالم. غير كده إلى اليوم بكون حريص جدا إنه أعمل هذه العادة، يعني لما نمشي من درمان أكون حريص جدا إنه أزور جيراننا القدامى اللي عشت معاهم في الطفولة، وإنه أمشي برجليني في المناطق دي وأتذكر الذكريات الطيبة دي. فربنا يعني يكرم كل أهلنا في مدرمان ويعيد ليهم زي ما بقولوا اللحمة دي يحافظوا بها الأجيال القادمة إن شاء الله. البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاويا، ليه طينك وليه أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاويا، البلد المعرف منك اتنين والناس كلها مساوية، لو شافوك بعيني اكيد العالم كله حيعجب بيك، وانا شايفك من اجمل زاويه.